طبعا الملتقى العالمي لسبعين امرأة، طبعا الخبرات والإفريقيات. هذا الملتقى كيحظى بجوج ديال النقاط مهمة، اللي هو التعاون جنوب جنوب. طبعا التعاون جنوب جنوب اللي هو المملكة خصته منذ اعتداء محمد السادس على العرش من حيث التنمية المستدامة. وهذه التنمية المستدامة كتشوف بزاف ديال نقاط التبادل، ولكن جنوب جنوب هو قوي بزاف في القارة لأنها كنتمي لهذه القارة. بالتالي فإن نوعية التبادل التجاري المالي راه تبادل طاقي من حيث الثراء الثقافي، الثراء التجاري، الثراء العمراني كذلك. فبالتالي هذه الملتقيات مهمة بزاف لدراسة التحديات اللي غادي تشغل التجار بشكل عام، وخصوصا المستثمرين، من حيث خصوصية الأنثى في هذا الملتقى باعتبارها عندها واحد الطاقة لبناء المشاريع، وعندها طاقة للريادة ربما تكون موازية للرجل بشكل كبير. فهذه الملتقيات مهمة جدا، وأنها تحظى مدينة طنجة بهذا الملتقى الثالث، فهذا إشعاع، وهذا كيدل على أن المملكة كتسهر دائما بأنها تستقطب وتكون واجهة قوية لاستثمارات ضخمة، خصوصا جنوب جنوب، لأنه ثري بشكل كبير من حيث الطاقة الأنثوية، من حيث الموارد البشرية وحتى الموارد الطبيعية. Thank you.